وهل توجد حالات يمنع فيها الرجل من الزواج فترة معينة كالمرأة المعتدة مثلا؟ توجد حالات لا يجوز للرجل أن يتزوج فيها حتى تنتهي هذه الحالة، مثل المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، لا يجوز زواجها أي العقد عليها في أثناء العدة، كما قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هذه الآية نزلت في عدة الوفاة وهي 4 أشهر وعشر. وكذلك أخت الزوجة لا يتزوجها إن طلقت زوجته حتى تنتهي عدتها، لأنها في أثناء العدة في حكم الزوجة، والجمع بينهما ممنوع. ومثل ذلك بنت أخت الزوجة وبنت أخيها، لا يتزوج الرجل واحدة منهما في أثناء العدة من طلاق الخالة والعمة. وأيضا المرأة إذا كانت محرمة بحج أو بعمرة لا يجوز زواجها إلا بعد أن تحل من إحرامها. وكذلك لا يحل للزوج أن يتزوج خامسة إذا طلق واحدة من الأربعة إلا بعد انتهاء عدتها، وذلك لأنها أثناء العدة في حكم الزوجة، وزواج الخامسة حرام. والله أعلم.